هلا هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بمشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حيكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جودوي انتو مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حيكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. تاني مرة بستعدي على الكنباية على مهلك شوي شوي وتطلعي وين قاعدة انت. ايه شو جايبنا هلا معك؟ كباب. ايه حبيبي يوم اجونا فواتير مي والكهرباء. لك مو امبارح احنا دافعين فواتير مي وكهرباء؟ الله يخليكي خففي لي صرف المي شوي. بتفتحي لي العنفية بتشر شر 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 شر. تعالي بس تفوتي على المطبخ المروحة تحطيها على الواحد مو على الاثنين. شي؟ نبدي لحالكم انا بنبدي لحالكم. شو رايك بدون مي وبدون كهرباء شو بوت يعني؟ عادي موتي. طعمين يا ابن معمول. شو بدي طعميكي؟ الكباب اللي جاي. خود على الكباب واللي فرط بين ايدينا. لك نقيتي نقيتي. يا ريتنا لحالنا. شو ما الله حواليك حبيبي ما فرقنا وياك. ما عم بحكي معك عم بحكي مع الكباب. شو قصة هالنت؟ الو يعطيك العافية اخي دخيل عينك انا عندي الانترنت شوي بطيئة. لو سمحت استاذ ممكن نطفي الراوتر نرجع نعيد تشغيله؟ هيك عملت طفيته ورجعت شغلته نفس المشكلة. لمبة الـ ADSL شو وضعها عندك؟ لا شغالة. حضرتك مركب شي سبلايتر على خط الهاتف؟ ايه مركب. خط التليفون عندك فيه وصلات؟ لا مالي عامل وصلات نهائيا من العلبة لجوات البيت على الراوتر. كيف هيك استاذ؟ ما هو هذا الخط انا فارزه للانترنت فسحبة واحدة من العلبة لعندي. الخط عندك بترقع والشمس بتضربه شتا شي؟ لا حاسب الحساب حاطط عوازل. طيب في عندكم شي حيوانات أليفة؟ لا ما في. عندك أولاد صغار بالبيت استاذ؟ كمان ما في. معناتها جيرانك عندهم أولاد صغار؟ لا ما عندي جيران. طيب طيب زرت شي دولة من دول الحوض المتوسط بآخر 10 سنين؟ لا. طيب في حدا بالعيلة كان يشتغل بشي معمل مثلا؟ ايه ابي. ليه؟ استاذي
إذا في حدا بيشتغل بمعمل وبيستخدموا فيه كربون يلي بسبب آثار غير محسوبة وجزئيات ميكروسكوبية جوات الرئة لسنين طويلة، ممكن لو والد حضرتك عطس شي مرة بالبيت بآخر 5 سنين الجزئيات بتطلع منه وبتنتشر بالجو وبتستقر على خط التليفون. يعني بتعمل تآكل بثقوب ميكروسكوبية، وهذا يلي بيخلي النت عندك يقطع. معقولة؟ طبعاً، هي شغلة معروفة أستاذ. طب يعني مشكلتي مو من عندكم؟ لا الحقيقة المشكلة مو من عنا، المشكلة هي بوالد حضرتك. ايه بسيطة معناتها، خلاص أنا بحلها، رح روح غير الوالد، سلام. بابا مشان الله بعد لي عن الراوتر. شايف مسكرة الباب؟ مين؟ أنا. منو أنت؟ لك شو مين أنا؟ حفيدي. وبشو حتفيدني؟ شو هالمجنونة؟ ولك شبك شبك طوشتني، صار لك ساعتين حاطط راسك براس اللابتوب، شو عم تساوي؟ والله ما بخفيكي عندي مشروع كتير مهم فايت فيه انا هلا. مشروع؟ مشروع شو؟ اذا نجح معي هذا بيخلينا فوق الريح بالنسبه للمصاري. هات لشوف قلي. هو عباره عن مشروع كتاب تطوير الامثال الشعبيه القديمه. ايوه؟ ايه تطويرها حسب الزمن الحالي. عرفتي شلون؟ سمعنا اطربنا. بتحبي تسمعي شيء؟ ايه عامل كم مثل، لساتني بداية المشروع انا، بس اسمعي هذا المثل. هات لشوف. بيقولوا خير جليس للانسان الكتاب، اما انا عدلت عليه وعملته خير جليس للانسان في هذا الزمان الانترنت. بالله شو؟ بيقولوا من زمان أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، أنا حولتها وساويتها أصغر منك بيوم بفوتك بالحيط بأنظمة الأندرويد والديجيتال. إيه ليش ابنك الصغير مو اللي علمك على الموبايل تبعك وعلى أندرويدك وعلى أندرويدي وعلمني على اللابتوب وعلمنا على كل الشغلات؟ والله مزبوط عم تحكي. وكمان بيقولوا من جد وجد ومن زرع حصد، أما أنا بقول من جد وجد ومن كان عنده واسطة حصد. وفينا نقول كمان من جد وجد ومن تخرج من الجامعة قعد. لك انت فايق ورايق، لقوم شوف الشغالة شو ساويت بأوضة النوم. لحظة قبل ما تروحي، هلأ انت وعم تحكي خطر لي مثل جديد بيطير العقل. شو هي؟ كانوا يقولوا من زمان وراء كل رجل عظيم امرأة، أما أنا هلأ بقول وراء كل امرأة علاكة شغالة. خود هاي عندك لكان، وراء كل مرة مجلوطة واحد علاك مثلك. الله يا هذا مثل ظريف، نسجله. كل امرأة مجلوطة علاك مثلي. شو هدول؟ ليش هيك فساطينك عم تجمعيهم هون؟ بدي اتبرع فيهم لشي حدا. ليك تبرع فيهم لشي حدا؟ ما حدا بياخذوا راكب يوم بزباله. ليش؟ لك يا حرام، في ناس ما عندهم شي يلبسوه ميتين من الجوع. هلا اللي ميت من الجوع ما بيلبس من قياسك. بسم الله على مقامك. تقبرني لا تنسى جاكيتك الصوف، عم بيقولوا هنيك في برد كتير. لك يا أمي فما دفعتكم كل هالمصاريف عم جيبيلي كمان جواكيت؟ لك إن شاء الله بتقبر قلبي، بكرة بترجع لي مهندس قد الدنيا كلياتها وبتعوض لنا كل شيء حبيبي أنت. إن شاء الله يا أمي إن شاء الله. لك تقبر قلبي تقبر قلبي خليلي يا
اختي مالك بغرفتها؟ ايه بغرفتها، لانه بدي ودع. يلا حبيبي. اختي مالك؟ اهلين اخي. ليكي ما بدي وصيكي، ها البابا والماما بدك تديري بالك عليهم. اخي انت ما تاكل هم، ما دير بالك على حالك. والله راح اشتاق لكم كثير. والله من حلك امانه اخي. حبيبه قلبي شو بك اخي شو بك؟ حاسس حالي راح اشتاق لكم كثير. والله ونحن رح نشتاق لك كمان. استنى استنى بدي اياك انا، تعال اخي حبيبي. هدول انا مصنبطهم وبيلزموك هلا يعني. رجعيهم راتبك عقدك، رجعيهم. اخي انا موظفه هلا بدبر حالي ومو لازميني المصاري. خود تقبرني خود، بعدين بكره بتعوضني ان شاء الله. بعوضك عن كل قرش بعشرة ان شاء الله يا رب. بس بدي لك عشغلي. شو؟ مياده بعدي عنا. ليش لك اخي؟ مياده راكده بدها تدبر لك هيثم عريس. هيثم مو ظريف. شو بقى اخي؟ والله منيح. يلا بخاطركم ما في داعي. يا الله عليكم ما في داعي للبكي. ماما ما في داعي للبكي. شو وين رايح انا؟ ماما ماما مع السلامة يا اخي. خلص ما في داعي للبكي، ما في داعي للبكي. وين رايح انا؟ جارتنا. ما في داعي للبكي. بسام بسام بابا بسام بابا. ليش هيك؟ ليش هيك انت بابا؟ بدل ما تهديهم قاعد عم تبكيهم كمان. بابا ما يرضى عليك هدول الرمانات، يعني بيلزموك على الطريق، تحتاج وحده بتاكل او يرضى عليك. بابا ضبيت الشلتاي والرمان بابا. وين بدي اخذها؟ خذها طيبين. على حب الله خليني اروح معك على المطار وصلك. بابا ما في داعي، ليك رفيق جاي ياخذني ويوصلني. لا 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 ما في داعي ماما، يلا فوتوا. دير بالك على حالك. خاطركم باي باي. باي باي، ديروا بالكم على بعضكم. جارتنا ديري بالك عليهم. يلا باي باي بابا. دير بالك على حالك بس. الله معك. مع السلامة. طمني عنك يا امي الله يرضى عليك. دير بالك على الطريق ابني. يلا فوتوا فوتوا. فوتي جارتنا فوتي. فوتي بنتي فوتي. بابا يا بابا. ايه بابا هذا الرمان مزوع، خليه هون مزوع. طلع بابا خلص خلص. الله معك. يلا بخاطركم باي باي مع السلامة. كونوا باي على حالكم. الله معك. والله غير خلص خلص خلص. لا تاكلوا بترجعوا تطلعوا. لا فكنا بين رمال الكاتين. يا اي نما تشيكن دم تشيكن دم، اي نما تشيكن دم تشيكن دم. اخ 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 اخ. تعرف انت عندي امتحانات هلا انا. اوكي ما اختلفنا الله يعطيك العافيه، انت عم تدرس وتشتغل وتنجح، يعني هذا كتر خيرك. شو بدنا نساوي؟ ورانا اهل ولازم ما نخيب ظنهم فينا. معك حق. اوكي اوكي. اوكي. كارلا دوني موان سيكاريت. شو اللي عم بيصير؟ والله ما بعرف شو عم بيصير، قسما بالله انا ما بعرف انه واحد بالصيف اجى ليزور اهله يومين ثلاثة وبرد بيرجع بيجي لطق. طول بالك يا ابن الحلال، ما قالت لك ملك كل ما حكى معه بيقول ما راح ينزل مشان المصاريف الزيادة. لا حول ولا قوة الا بالله، لك الله يفتح عليك يا ابني يا بسام، الله يوفقك يا رب. امين. شو بنا ابو بسام؟ طول بالك هانت، كل هالسن زمان وبيرجع لك البشمهندس. لك بنت امك لابواب السما يا حق. يا رب ما لنا غيرك. المزعج. شو بابا؟ مين المزعج هذا اللي عم يدق الجرس بكير؟ ما بعرف والله بابا، عم يدق الباب. دقيقة شوي. لا حول ولا قوة الا بالله.
ايه يعني كانت سهرتكم حلوه امبارح؟ لا والله ما قدرت اجي انا، يعني تعرف انت كنت بسهره لسه احلى من السهره تبعكم. ايه طيب طيب ايه خذ ماشي الحال، مع السلامه. مرحبا ابو فراس، كيفك؟ الله يعطيك العافيه. لك يا اخي اذا انا ما اتصلت فيك انت ما بتحكي معي؟ اطمن عني، بركي مدت، بركي سافرت، بركي هورت. ايه القطه بسبع ارواح ما حري حريشك يا ابو فراس. ايه على كل حال اطمن عنك، بتأمرني بشي؟ طيب 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 على راسي على راسي، كله بيصير. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. أهلين سيدي، أهلين وسهلين. أنتوا بتأمروا أمر سيدي. ايه شو عليه؟ خليها تقدم وراءها ومن بكره بتداوم، ليش لا؟ قلت لي مهندسه؟ حلوه. نحن بامركم سيدي. مع السلامه مع السلامه. ايه استاذ؟ ها؟ انت او؟ ايه قلت لي كنت بدرسة؟ اي نعم. ايوه طيب روح على الديوان وقدم وراءك وشوف شو بدهم وراء بالاول وقدم وراءك. هي هي وبعدين انا بشوف وين بدي احطك. يا استاذ انا بقدم ورائي من شهر، يعني المفروض الا مفروض؟ ايوه ومين فرض؟ القانون اللي طلعت على اساسه البعثة. ايه وشو المطلوب؟ شو المطلوب؟ قرار تعييني. اي طبعا حقك، يعني من بكره تعال خود قرار تعيينك. اسمع العمر مثل القمر لما تدغدغ وجنه تونس مثل هوا، بسامو يا متين يا احلى المهندسين، بسامو يا بسام يا خير الاصدقاء بسام. لك مبروك تعيينك ابني، مبروك التعيين. الله يبارك فيك بابا. ايه كانك مانك مبسوط. لك بابا معقوله بعد ما كلفت الدوله كل هالمصاريف هاي بيقوم بيحطوني مدير محطه؟ مدير محطه اي واحد بيديرها. لك طول بالك لك ابني، طول بالك يومين ثلاثه وبينقلوك. ان شاء الله ان شاء الله راح اعمل لك احلى كاس الشاي. طول بالك. لا الا خليها تصب لي من هذا الكازوز اللي جبته معي من برا. ايه شو عرف؟ إيه؟ بابا إيه؟ خذ هي لانه بيجوز انا هلا العفاريت عم تنطط قدامي كسرها. بسم الله ونعم الوكيل، راح صب لك من هذا اللي جبته. خليك مرة. اهلين وسهلين. لك مو بسام؟ بسام. لك كيفك بسام؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. كيف امورك؟ تمام. لك شو ما تذكرتني؟ لا والله. لك شو انا بسام؟ انا مهند، درسنا سوا برا بفرنسا انا وياه. فرنسا مهند مهند مهند. طيب بذكرك بحالي مهند. بتصدق معلمك من الشعرات انا تذكرت. كيف امورك خليلي؟ شلون الصحة؟ تمام. شو نجحت اخر شيء؟ ايه مشي الحال والله. تمام الامور نشكر الله الحمد لله، الامور بخير يعني ماشي حالها يعني منيح منيح. تمام خذ شرب لك شرب خليلي. شو اخر شفه هاي شاي؟
لا اكيد اخر شفه. ايه والله ما في اي شفه. هلا بنعزمك على قهوه جوا. ما بدي اعزمك ما بدي اعزمك. لا ما بيصير. انت بيتك بيتك هون صح؟ ايه هون انا هذا. اه هون مدخلها؟ تفضل. انا بيت اختي هون. تفضل. لا خليني. لا 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 تفضل. والله مشتاق انا مشتاق كثير. ما بدي اعزمك. فوت خلينا نحكي كلمتين. طيب يلا يلا. فوت. نفس الترتيب. وامينة بليز بسداتي. بتصدق اتذكرت ايام الغربة وقت كنت اشتغل مع هذا ابو جادو. ايام كانت حلوة. ضيعنا وقت. يسلم. حطهم حطهم حطهم. يسلم وديك على القوي. عسبت حالك ما في داعي. الله يخليك. طمني عنك شو اخبارك؟ اوه تمام. انت شو اخبارك؟ هات لشوف. والله انا اخباري يعني فيك تقول ماشي حالها. يعني اشتريت هيك شقتين عم اجرهم واشتريت كمان محلين تجاريات كمان عم اجرهم واشتغلت كمان سيرفيسين على خط جرمانه كمان عم اجرهم. يعني ماشي الحال. ليش ما يصير مؤاخذه؟ انت قديش راتبه؟ هلا انا بالنسبه لي معاشي بالشهر 30,000 ليره بس. بس وين القصة الحلوة؟ إنه عم يعطوني مثلاً 10,000 ليرة بدل سكن، وعم يعطوني 12,000 ليرة بدل مواصلات، وعم يعطوني 7,000 ليرة بدل تدفئة، وكمان عم يعطوني 5,000 ليرة بدل إطعام، و2,000 ليرة هيك بدل من إنه شيء إذا اشتهيت شغلة يعني بيعطوني بدالها. أنت قديش هيك عم تاخذ بالشهر؟ أنا بيعطوني 9,000 ليرة. بدال شو؟ بدل ما أشحت. هلا هلا بيكم منحييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بوشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا. هلا هلا بيكم من حيكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. Oh just we and tomorrow فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدأ يومك أخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حيكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم.